السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا وسهلا بكم، وفيديو جديد للسر الثاني اللي هو بالغناء. معكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق، شرف لي الكبير التقي بكم، وعندي دورات موسيقية لتعلم الغناء وتعلم العود وهي أونلاين مباشرة وياي، وأيضا عندي حضوري موجودة في بغداد اللي يحب يدرس ويدخل في هذا المجال الحقيقي والصحيح حتى يوصل بنتائج حقيقية وصحيحة. السر الثاني هو شنو؟ هو بداية تعلم المقامات. يعني أنت بعد ما دخلت عن قضية النفس لازم تدخل في قضية المقامات، لكن قبلها قبل ما ندخل قضية المقامات في اللي هو السر الثالث، ندخل في السر الثاني دايركت مباشرة اللي هو تحديث الطبقات. يعني أنت لازم تعرف طبقتك، هل أنت متمكن فقط قرارات فقط جوابات، هل أنت عندك إمكانية أنه بعد ما أنت طبعا ضبطت النفس يكون عندك تمارين يعطيك إياها الأستاذ بتحديد الطبقة اللي هي أسفل ويمرنك عليه اللي هي قرارات وجوابات، وبالتالي انت راح تعرف الطريقة. طبعا تتمرن مع الآلة الموسيقية حتى يكون عندك مضبوط الاتصال، سواء تمرينك من خلال اي نغمة من نغمات بيانو تقدر تطبع من خلال تطبيق طبعا على الموبايل او الايباد، فيكون عندك مثلا دو أنا خلصت نفس. المفروض هي إنه وش أسوي؟ دو دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. موع التمكن بالصوت، وبالتالي راح تتحدد عندك الطبقة من خلال التمارين حتى تقدر أنت الأستاذ من يمرن قرارات جوابات قرارات جوابات، راح تكون عندك إمكانية الغناء قرارات وعندك إمكانية جوابات. ممكن بعض الاستثناءات اللي هي موجودة اللي مثلا عندنا مثلا في العراق، مثل الغناء الفنان كبير رحمه الله ناظم الغزالي كان يتميز فقط بالجوابات، وبعض المطربين العرب يتميز كم هو نجم لكن باقي على طبقة معينة اللي هي هاي قدرته مثلا من الدو للمي جواب. فإذا ليس فقط التمرين وإنما توجد أيضا أسباب من الله سبحانه وتعالى في تحديد الطبقة الصوتية لك، لكن أنت عليك تتمرن سلم العجل، صاعد نازل صاعد نازل مع التمارين اللي يعطيكم إياها الأستاذ المتخصص طبعا. وأني موجودة عندي في القناة كثير من التمارين لتقوية الصوت. أكون إن قد وفيت لكم في هذا الفيديو، تحياتي لكم، تنسوا اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك في الدورات الموسيقية تحياتكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.